السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. لو الصوت واضح استسمح حضراتكم بس عرفوني في الشات ونبدأ على بركة الله. الصوت واضح؟ عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الكريم المنان، مبدع الأكوان، خالق الإنس والجان، وأصلي وأسلم على أفصح الخلق لسانا وأحسنهم بيانا، المبعوث بالحكمة والقرآن وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء يتجدد مع لقاءات مبادرة طور لتنمية قدرات أعضاء التدريس في مجال التعليم الإلكتروني بجامعة جازان. ولقاء اليوم بعنوان الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence أو Artificial Intelligence. طبعا هي مبادرة من قبل عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات لتطوير وتحسين قدرات أعضاء التدريس في مجال التعليم الإلكتروني، بتقدمها العمادة باللغتين العربية والإنجليزية كل اثنين وثلاثاء من كل أسبوع لهذا الفصل الدراسي. دورة اليوم يقدمها أحمد صاوي خالد، رئيس قسم التدريب. الأهداف العامة للدورة: ماهية الذكاء الاصطناعي، علاقة الذكاء الاصطناعي بالتعليم، مميزاته وعيوبه، شروط عمله في مجال التعليم، أهم تطبيقاته، مجالات تطبيقه، بعض إنجازاته، وسمات نظم الذكاء الاصطناعي. ونبدأ مع ماهية أو تعريف الذكاء الاصطناعي. في علم الحاسبات يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي اللي هو Artificial Intelligence إلى أي ذكاء شبيه بذكاء الإنسان يتم عرضه بواسطة الكمبيوتر أو الروبوت أو أي جهاز آخر. وتعريف الذكاء الاصطناعي الشائع يشير إلى قدرة الحاسوب أو الآلات على محاكاة قدرات العقل البشري والتعلم من الأمثلة والتجارب والتعرف على الأشياء وتعلم اللغة والاستجابة لها واتخاذ القرارات وحل المشكلات والجمع بين هذه القدرات وغيرها. ويفترض بهذه القدرات أن تؤهل أو يؤهل الحاسوب أو أي جهاز آخر آلي لتأدية وظائف يقوم بها الإنسان، مثل استقبال نزيل في فندق أو قيادة سيارة مثلا. وبعبارة أخرى، الذكاء الاصطناعي هو مزيج من العديد من التقنيات المختلفة التي تمكن الآلات من الفهم والتصرف والتعلم بذكاء يشبه الإنسان. وهنا نقف وقفة، لأني مهما بلغ العلم الحديث من محاكاة ذكاء الإنسان أو العقل البشري، فأنا يعني هلخصها في كلمتين: الذكاء الاصطناعي هو ذكاء من صنع البشر، أما الذكاء البشري فهو ذكاء من خلق رب البشر. فمن المستحيل أن يضاهي الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري، لأن باختصار ما تفهمه الآلات من لغات أو من خوارزميات أو من لغة أو من منطق، فهو ما هو إلا بيانات أدخلت من قبل البشر، وصنع الروبوت من صنع البشر، وهكذا. فطبعا من توصل إلى إنشاء أو يعني مش عايز أقول خلق، لأن خلق الله سبحانه وتعالى وحده، من يعني كانت عنده القدرة على استحداث مثل تلك التقنيات، فهو بفضل من هبة الله سبحانه وتعالى له وتكليفه له بالعقل البشري. طيب، علاقة الذكاء الاصطناعي بالتعليم، ما هي العلاقة؟ يلعب الذكاء الاصطناعي بالفعل الدور في العديد من الفصول الدراسية، وله فوائد واعدة يمكن دمجها الآن وفي المستقبل. وفيما يلي ثلاث جهات ستصدر المشهد التعليمي: مدرسون أذكياء، الدمج ما بين الجيل التالي من حلول الأمن السيبراني وتقنية الذكاء الاصطناعي، واعتماد روبوتات المحادثة على الذكاء الاصطناعي لتحسين الاتصال والدروس. وطبعا دي علاقة الذكاء الاصطناعي بالتعليم. ناخد واحدة واحدة كده باختصار شديد جدا. مدرسون أذكياء، ماذا لو كان بإمكان برنامج الذكاء الاصطناعي أن يلعب دور المعلم أو المدرب ويقود الطلاب من خلال الدروس وحتى تحفيزهم؟ فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم المتعلمين بعدة طرق، مثل كيف تؤثر تفاعلات الأفاتار على الطلاب. والأفاتار ده شخصية افتراضية في الذكاء الاصطناعي، في السكند لايف أو في الفيرتشوال ليرنينج أو الفيرتشوال كلتشر، اللي هي ثقافة العالم العوالم الافتراضية.
بيزود هذا الافاتار بمجموعه من البيانات اللي تساعد الطالب زي عمليه الشاتنج او كده، لو الطالب عنده يعني نوع من انواع الخجل في التواصل الاجتماعي مع زملائه، طلب المساعده والحصول على التعلم الاجتماعي حتى عندما يتعلمون بشكل مستقل. يبقى الافاتار ده هيبقى ملازم لي اثناء التدريس. وطبعا لو الافاتار ده كان شكله مدرس، يعني افاتار على هيئه معلم، او كان روبوت، هيبقى شكله يعني نوع من انواع الذكاء في استخدامه في العمليه التعليميه. بعد كده الدمج ما بين الجيل التالي من حلول الامن السيبراني وتقنيه الذكاء الاصطناعي. ساهم استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الاله في تشكيل منظومه الامن السيبراني وصناعه تكنولوجيا المعلومات. على سبيل المثال، يمكن لهذه التقنيات أن تقدم لمتخصصي أمن تكنولوجيا المعلومات طريقة لفرض ممارسات الأمن السيبراني الجيدة وتقليص مستويات الهجوم بدلا من المطاردة المستمرة للنشاط الضار. وهنا قد نتساءل، ماذا يعني ذلك بالنسبة للمدارس أو الجامعات أو نظام التعليم؟ يعني في عام 2020 ومع انتشار وباء كورونا، زاد استخدام تطبيقات الإدارة والتعاون عن بعد بنسبة كبيرة في المدارس. ومع الارتفاع في التطبيقات عبر الانترنت للتعليم والتعلم، تنفق المؤسسات التعليمية أكثر على أمان الأجهزة الطرفية، لكنها تكتسب رؤية وتحكما أقل. هذا هو المكان الذي تلعب فيه تقنيات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي دورا مفصليا. هنا جه دورها بقى كذكاء اصطناعي للتعرف على التهديدات الخطيرة المحتملة المعروفة وغير المعروفة في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى التوقعات، مما يزيد من سرعة اتخاذ الإجراءات عبر بروتوكول أمان استباقي ومبسط. فأصبحت حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أكثر شيوعاً في المناطق التعليمية، لأنها تمنح الوقت لفرق تكنولوجيا المعلومات الصغيرة بتوسيع نطاق الأمن. اعتماد روبوتات المحادثة على الذكاء الاصطناعي لتحسين الاتصال. ثبت أن روبوتات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين كفاءة الفصل الدراسي ومساعدة المعلمين على التواصل مع أولياء الأمور منذ بداية الوباء، بدءا بالمزيد من استخدامات روبوتات المحادثة في اكتساب قوة، حيث يمكن أن تساعد برامج الدردشة الآلية في سد فجوة أو فجوة المساواة بين الطلاب. ومن الواضح أن الذكاء الاصطناعي يستمر أو سيستمر في تحسين استراتيجية التدريس وجعل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي أكثر فاعلية للطلاب في السنوات القادمة مع توفر المزيد من التكنولوجيا، وسيكون المعلمون والمسؤولون والإدارات التعليمية مسؤولين عن التعلم الموثوق به وتطبيق رؤاهم على التدريس في الفصل الدراسي وما بعده. طبعا أنا أتكلم برضو عن المؤسسات التعليمية اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي أو ما بعد التعليم الأساسي والتعليم الجامعي. إيه مزايا الذكاء الاصطناعي في التعليم عشان نستخدمه في التعليم؟ ما هي المزايا التي من الممكن أن يستفيد بها التعليم في من مجال الذكاء الاصطناعي؟ مزايا الذكاء الاصطناعي في التعليم بنلخصها في مجموعة من المزايا، زي تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم، عندنا التعلم المخصص، أنظمة التدريس الذكية، التعلم الفعال، تكوين المجموعات التكيفية، الإشراف الذكي، التعلم بالواقع الافتراضي، الجدولة الديناميكية والتحليل التنبؤي باستخدام الحوسبة التنبؤي. ناخد كده يعني عنصر عنصر بشيء من التفصيل بس برضه موجز. يعني مثلا في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، في برامج الذكاء الاصطناعي بتزيد من الخبرة التعليمية لذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هم بالفعل يعني أولى الناس بالاهتمام من قبل يعني ايش شركات تصنيع آلات الذكاء الاصطناعي. وطبعا بتمنح هذه الميزة المتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة شعورا أكبر بالاستقلالية ورغبة أكبر بالتعلم وتطوير مهاراتهم بشكل فعال، لأن كل واحد فيهم هيخشى إن هو يظهر يعني إعاقته أمام زملائه، هيقدر ان هو يظهرها امام روبوت او امام انسان آلي او اي تقنيه من التقنيات اللي هتستخدم معه. بعد كده التعلم المخصص. يعني ايه التعلم المخصص؟ طبعا التعلم المخصص ده يعني نوع من انواع الاهتمام لمجموعه من الطلاب، يعني بنركز عليهم علشان خاطر عندهم ضعف في استقبال المعلومات معين. طبعا يعني يخجل كل واحد منهم ان هو يظهر ده برضه امام زملائه،
وكأنه نوع من أنواع الإعاقة، ولكن إعاقة في يعني إيه استقبال المعلومات مثل زملائه. ف يعني ميزة كبيرة للتعلم الذكاء، التعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي، إن الطلاب دول كمان هيكون عندهم الفرصة إن هم يعني يبقوا زي زملائهم بدون خجل وبدون أي مشكلة. بعد كده أنظمة التدريس الذكية. طبعا أنظمة التدريس الذكية دي واحدة من مميزات الذكاء الاصطناعي، لأنها يعني رؤية كانت بعيدة المنال والآن أصبحت في متناول الأيدي، وموجودة فعلا في بعض المؤسسات التعليمية اللي هي بيسموها سمارت سيستمز أو سمارت تيتشنج سيستمز. كل حاجة فيها معمولة بنظم خبيرة ومحوكمة ومعمولة بشكل آلي، من أول المبنى الدراسي والفصول وأنظمة التعليم والاختبارات وما إلى ذلك. طبعا في عندنا كمان التعاون الفعال، والتعاون الفعال يقصد باستخدام نماذج لدعم المتعلمين ومساعدتهم على تحديد استراتيجيات فعالة لحل مشكلتهم، وطبعا ده هيكون من خلال الروبوت أو من خلال الذكاء الاصطناعي، تكوين مجموعات تكيفية، وطبعا ده هيكون برضو شيء ممتاز جدا من خلال تحليل معلومات المتعلم. ويمكن بقى لتقنيات الذكاء الاصطناعي انشاء مجموعات مناسبه بشكل خاص يعني لتلك المجموعات، والتوازن بين نقاط القوه والضعف عند كل مجموعه، بحيث ان هم يكملوا بعضهم البعض، يتكيفوا مع بعضهم البعض. طبعا برضو في اشراف ذكي من قبل الذكاء الاصطناعي على عمليه التدريس وتحليل البيانات التي تنتجها يعني الايه العمليات التدريسيه بخطواتها وب يعني مراحلها بكفاءه عاليه. التعلم بالواقع الافتراضي زي ما اتفقنا كده، ان ممكن في السكند لايف او في الافاتار او استخدام اي تقنيه من التقنيات اللي بتستخدم الايه الذكاء الاصطناعي. طبعا الجدوله الديناميكيه والتحليل التنبؤي باستخدام الحوسبه التنبؤيه، طبعا دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان هنا هيحصل ان الطالب احنا في الذكاء الاصطناعي هيتنبأ بنقاط الضعف عند الطالب، ويحاول يعمل له جدول غير الجدول الدراسي العادي، بحيث ان هو يعني يزيل عنه نقاط الضعف ويقويها، طبعا عوضا عن الدرس الاعتيادي اللي هو هيدرسه مع زملائه، يبقى وكأنه سد فجوه من الايه من الفجوات، وهيبقى هيعمل له جدول خاص بيه لكل طالب، محتاج ل يعني ديناميكيه في التحليل. وطبعا ده ممكن يعجز عنه الجانب البشري، مش كذكاء، ولكن كعوامل اضافيه مثلا زي وقت الحصه او المحاضره يعني، او عدم مراعاه الفروق الفرديه لضيق المقام في الفصل الدراسي. وعلشان كده تحسبا لده اخذنا احنا بقى حاجات يعني زي مثلا الفصل المقلوب اللي هو كانت الدوره الماضيه، بنحاول على قدر المستطاع ان احنا نوفر للمعلم اكبر وقت ممكن من الـ يعني توفيره في الفصل الدراسي او في المحاضره، ونستعيض به في النظام الالكتروني، والان بنظام الذكاء الاصطناعي ان توفر ذلك في المؤسسه التعليميه. طب عيوبه ايه بقى؟ وطبعا انا مع هذه العيوب طبعا قلبا وقالبا. يلغي استخدام الذكاء الاصطناعي الحاجه الى التدريس وجها لوجه، حيث يمكن للمتعلمين اكتساب المعرفه بشكل مستقل عن الزمان والمكان، ونتيجه هذا التعلم المستقل هي ان يكتسب التلاميذ المعرفه في المنزل، وبالتالي يتم فقد الاتصالات الشخصيه والمدرسيه، وهو ما يؤدي الى اهمال الاتصالات الاجتماعيه والعزله، وبالتالي غياب الشعور الجمعي والتضامن في اوساط المجتمع على المدى البعيد. وان من المهام الاساسيه للمعلمين هو دعم الطلاب وتعزيز التنميه الشخصيه لهم، بالاضافه الى نقل الخبرات وتقديم الارشاد الاجتماعي الى جانب الارشاد العلمي. لهذا فان المعلم سواء كان في مدرسه او في جامعه او اي مؤسسه تعليميه او مركز تدريب، ليس مجرد وسيط لنقل المعرفه وحسب، ولكنه ايضا عنصر اساسي في تطوير الشخصيه ونقل القيم الاجتماعيه. طيب شروط عمل الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم.
عشان نستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم فهناك شروط يجب أن يعني نراعيها ونأخذها بعين الاعتبار. لا يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي وظيفته في مجال التعليم بدون توفر البنية التحتية اللازمة، عشان كده قلت لحضراتكم في حال وجود البنية التحتية في المؤسسة اللي احنا بنخضع ليها، لكن احنا الآن بناخد فكرة عن مجالات عمل الذكاء الاصطناعي وإيه هو الذكاء الاصطناعي ده وهل هو ممكن فعلا يدخل في العمليات التعليمية، وهنشوف ده إن شاء الله في الشرائح القادمة بأمثلة. طبعا لابد من توفر البنية التحتية اللازمة لذلك، وتتضمن هذه البنية الأساسية سرعة إنترنت عالية ومتوفرة وتغطية شاملة ذات تكلفة معقولة. وإذا ما كانت هذه الشروط متوفرة في العديد من الدول أو من دول العالم خصوصا ذات الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة، فإن الكثير من دول العالم خصوصا الدول النامية لا تزال بعيدة عن تحقيق هذه الشروط. كذلك يعتمد نجاح وفاعلية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم على مدى توفر المعدات الرقمية وتدريب الموظفين الفنيين المختصين وطبعا المعلمين والطلاب أيضا، ويضاف إلى ذلك ضرورة تأمين وحماية البيانات الضخمة التي يتم التعامل معها. أمثلة على برامج وتطبيقات للذكاء الاصطناعي في التعليم: بتستخدم أنظمة التدريس الذكي أو بتستخدم أنظمة التدريس الذكي عددا من تقنيات التعلم الآلي وخوارزميات التعلم الذاتي التي تجمع مجموعات البيانات الكبيرة وتحللها، ويسمح أو يسمح هذا الجمع للأنظمة أن تقرر نوع المحتوى الذي ينبغي تسليمه للمتعلم بحسب قدراته واحتياجاته. ومثال على ذلك منصة نظام اي توك تو ليرن، وفي علم الرياضيات أيضا في ثينكستر ماث، وهو تطبيق تعليمي يمزج منهج الرياضيات الحقيقي مع أسلوب تعليم شخصي للطالب، إذ يعين التطبيق لكل طالب معلما طبعا بنظام الايه الذكاء الاصطناعي خلف الكواليس يتابع خطواته الذهنية خطوة خطوة، فهو يهدف إلى تحسين قدرات الطالب المنطقية عن طريق مساعد خاص يساعده حين تعوقه معضلة أو توقفه، ويعطيه تغذية مرتجعة متخصصة أو مخصصة. وفي منصة برينلي فهي مثال على شبكة تواصل اجتماعي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاص بأسئلة الفصل الدراسي، إذ يستخدم الذكاء الاصطناعي فيها خوارزميات التعلم الآلي لتصفية الرسائل غير المرغوب فيها، ويتيح للمستخدمين طرح أسئلة حول الواجب المنزلي والحصول على إجابات تلقائية ثم التحقق منها، ويساعد الموقع الطلاب على التعاون فيما بينهم للتواصل إلى إجابات صحيحة من تلقاء أنفسهم. طيب إيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي احنا ممكن نشوفها؟ تطبيقات الذكاء الاصطناعي أول حاجة فهم اللغات، والتي تسعى إلى فهم اللغات مثل الإنجليزية والعربية وغيرها بهدف تلقين الحاسوب الأوامر مباشرة بهذه اللغة، وبالتالي تمكين الحاسوب من المحادثة مع الناس عن طريق الإجابة على أسئلة معينة. ممكن ناخد مثال على ذلك، لو واحد مننا سافر دولة بتتحدث لغة طبعا بغض النظر عن الإنجليزية والعربية، لو مطبق فيها الذكاء الاصطناعي بمجرد لما الشخص بيتكلم اللغة سواء كانت فارسية لغة إسبانية أي لغة، فمباشرة وبدون ترجمة أنا بسمع صوت الروبوت أو صوت يعني لغة منطوقة بترجمة هذا الكلام يعني من غير أخطاء، وأنا لما أتكلم فيحول كلامي أنا مترجما برضو إلى هذه اللغة. طيب من تطبيقات الذكاء الاصطناعي فهم الصور والأشكال، يعني تزويد الحاسب بأجهزة استشعار ضوئية يمكن من خلالها التعرف على الأشخاص والأشكال الموجودة أمامه. من تطبيقاته أيضا فهم الصور والأشكال في هذه الأنظمة مكونة من أجهزة تقوم بالتقاط الصور وتخزينها والتحكم فيها، لها القدرة على تحليل بصمات الأصابع بنفس مستوى دقة الإنسان الخبير في هذا المجال. وفي الحقيقة سرعة الأنظمة المرئية في البحث عن معلومات موجودة في قاعدة بيانات بتبقى سريعة جدا عن الإنسان، كما أنها فعالة أيضا في التعرف على الشخص والتأكد من هويته اللي هي البيومتريكس أو اللي هي الصفات الحيوية بناء على سمات وجهه. من تطبيقات الذكاء الاصطناعي فهم الأصوات، بنزود إحنا الحاسب كل حاجة طبعا بقولها لحضراتكم، البيانات دي بتدخل للحاسب عن طريق البشر، عشان كده في البداية قلنا في فرق يعني كبير جدا بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي. هنا في فهم الأصوات إحنا بنزود الحاسوب بفهم الكلام البشري عن طريق تلقي الأصوات من الخارج وإعادة تجميعها والتعرف عليها ومن ثم الرد عليها. أيضا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي النظم الخبيرة، وهي برامج تحتوي على كمية هائلة من المعلومات التي يمتلكها خبير إنساني في حقل معين من حقول المعرفة، وبعض هذه البرامج أثبتت فعاليتها بالفعل لتؤكد إمكانية تطبيق مجال الذكاء الاصطناعي
في النظم الخبيرة. تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الإنسان الآلي، وهو آلة كهروميكانيكية تتلقى الأوامر من الحاسوب التابع لها، فيقوم بأعمال معينة من خلال إعطاء الروبوت القدرة على الحركة وفهم المحيط أو لمحيطه والاستجابة لعدد من العوامل الخارجية. وأظن إحنا شفنا ده يعني في حاجات أفلام كرتونية وموفيز اتعملت فيها فعلا إنسان آلي. وهنا على فكرة في منطقة جازان في أظن مطعم من المطاعم بيقدم الوجبات كويتر، يعني روبوت إنسان آلي. يعني حتى ده يعني بقول لحضراتكم إنه مش بعيد في يعني إيه عنا، ده موجود كمان في المنطقة اللي إحنا بنعيش فيها. تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، قلنا أهمية التعليم المعزز وهو محاولة الاستفادة من طاقات الحاسوب في مجالات التربية والتعليم، إثبات آلي للنظريات، تمثيل آلي للمعارف والوسائط المتعددة. ومن أحدث تكنولوجيا التعلم أو التعليم الذكية أو الماكينات الذكية تكنولوجيا الطلاب الافتراضيين، تكنولوجيا نظم التعليم الذكية، وتكنولوجيا التعرف على الكلام والتي تساعد الطلاب على تعلم القراءة. من تطبيقات التعلم أو الذكاء الاصطناعي ألعاب الحاسب. يعني ودي بقى أنا أظن والله أعلم يعني إن معظم البشر الآن اللي في أيديهم حواسب ذكية يعني بيشوفوا ده رأي عين. يعني حتى في بعض الألعاب يسألك أنت تلعب بتو بلايرز يعني لاعبين ولا هتلعب الكمبيوتر؟ طب إزاي هلعب الكمبيوتر وهو يعني آلة مش هيفهم الألاعيب اللي أنا هعملها؟ هو محطوط له مجموعة من الإيه الخوارزميات اللي يقدر يفك بيها الشفرات أو يشوف يدور على حلول للي إحنا بنعمله له. طبعا كلها أمور حاسوبية. الذكاء الاصطناعي بقى تخطى ذلك لدرجة إن في لعبة مثلا من ألعاب الشطرنج تحدى بها يعني مطور برنامج للذكاء الاصطناعي بطل العالم في الشطرنج، وبالفعل الايه الذكاء الاصطناعي هو اللي تفوق عليه في هذه اللعبة اللي أصلا المفروض إن الإنسان ما يعرفش هيحرك فيها الأشياء إزاي ويهجم على الخصم بالشكل اللي حضراتكم عارفينه في لعبة الشطرنج. تم تطوير برامج قادرة على المبارزة في ألعاب الشطرنج التي تتطور بأساليب فنية للبحث عن أفضل حركة من بين مجموعة مختلفة من التحركات الممكنة. ولقد أنتجت الدراسات الطويلة على مدى عدة سنوات برامج ألعاب شطرنج قادرة على المبارزة بمستوى فائق زي ما قلت لحضرتك. مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الهندسي، الطبي، العسكري، الفلكي والتعليم. على سبيل المثال في المجال الهندسي إمكانية رسم خرائط متكاملة وحساب اللازم من الأيدي العاملة ومواد البناء والزمن، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي. في المجال الطبي توفير أجهزة تستطيع تشخيص الكثير من الأمراض ووصف علاجها. في المجال العسكري القدرة على تحريك المعدات الحربية بواسطة التحكم عن بعد. في المجال الفلكي في مجالات الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية والرحلات الاستكشافية للكواكب. في المجال التعليمي نقل الصوت والصور واختراع الوسائل التعليمية في تقنيات التعليم. طيب مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي، قد يحتاج قائد طائرة مقاتلة إلى مساعدة أنظمة ذكية للمساعدة في قيادة طائرة شديدة التعقيد لا يمكنه قيادتها بنفسه. هذه مجال من مجالات التطبيق. في المجال الطبي قد يعمل تنبيه الطبيب عندما يكتشف الذكاء الاصطناعي مؤشرات مخالفة للخطة العلاجية، وقد يتم تنبيه الطبيب أيضا عندما تكتشف أنماط في البيانات تشير إلى حدوث تغييرات في حالة المريض. تطبيقات الذكاء الاصطناعي فيما يخص شبكة الإنترنت، يوجد آليات معينة لبحث الشبكة أو أوامر شراء منتج لكل زبون. يعني مثلا بتعمل النظم الخبيرة على ترشيح أو انتقاء ما هو متاح للزبون على ما أحب أو كره أناس آخرون لهم صفات مشابهة. وده أنا شفته والله رأي عين. يعني ساعات كده الواحد يقعد يتكلم مع صديق لي عن منتج من المنتجات، فنتكلم مع بعض عن مميزات هذا المنتج وعيوبه وآراء بعض، يعني لو احنا مجموعة أو شلة كده بنتكلم، فيعمل الذكاء الاصطناعي على يشوف بقى الايه الآراء المختلفة ما بيننا ويحاول يرشح لي منتج يعني من خلال مناقشاتي مع زملائي. الانتقاء والخيارات المعروضة للزبون يتم تكييفها بواسطة النظام اعتمادا على خيارات نفذها زبائن ممثلون. من مجالاته أيضا بيمكن استخدام الأنظمة الذكية في مجالات التعليم من خلال استخدام نظام حاسوبي ذكي لتحليل كميات من البيانات والبحث عن أنماط مركبة بها توحي بارتباطات لم تكن متوقعة من قبل. في استخدام بقى الشبكات العصبية، ودي الحاجات اللي فيها إيه يعني شيء من التعقيد شوية، لكن احنا هنحاول يعني نلقي بس الضوء عليها. يعني
بيقول لك جلب طفل صغير في العاشرة وعرض عليه مجموعة من الصور، بكل بساطة يعرف صورة القط والشجرة. هذه العملية البسيطة ربما تكون معقدة جدا جدا للحاسب، لأن الحاسب بيشتغل بنظام الايه اللي هو الباينري. من هنا بدأ العلماء بدراسة الخلية العصبية، والتي هي أبسط موديل موجود بالعقل، وجمع تلك الخلايا مع بعض لتصبح لدينا شبكة من الخلايا. ومن هنا بدأت دراسة الشبكات العصبية، وبالتالي نستطيع الحصول على ذلك الحاسوب القادر على التمييز. تقوم شركة ميروس البريطانية ببناء أنظمة تعرف أو تتعرف على وجوه عملاء البنوك والسماح لهم بإجراء عمليات سحب وإيداع النقود من أجهزة الصرف خارج البنك. وفي اليابان تم تصنيع وصلات مخ اصطناعي يضم بليون خلية عصبية تناظر 1% من عدد الخلايا العصبية بمخ الإنسان، لكنها أسرع مليون مرة من المخ الطبيعي. وتأمل الشركة أن تقوم بتعليم هذا المخ الاصطناعي أساسيات اللغة الطبيعية زي اليابانية والإنجليزية، ليقوم بقراءة الوثائق المنشورة على شبكة الإنترنت بأسرع مئات الآلاف من المرات من سرعة الإنسان. أيضا استخدام أسلوب الشبكات العصبية في التعرف على الكلام المنطوق وعلى وصمات الأصابع وعلى صور الأهداف الحربية. استخدام الخوارزميات الجينية، تم عمل قواعد مضاربة في البورصة تضاهي في كفاءتها خبراء البورصة. بعض إنجازات الذكاء الاصطناعي، معلش أنا يعني ماشي سريعا لأن طبعا في مجالات كده ملهاش علاقة بالتعليم، فبناخد بس نلقي عليها إيه الضوء. قلنا في نظم الحوار الكلامي، البرمجيات المالية المستخدمة في البنوك لتبادل بطاقات الائتمان، تطبيقات النظم الخبيرة، ترجمة الآلة في السبعينات للترجمة بين الإنجليزية والفرنسية، شوف من إمتى، برنامج الشطرنج الذي تمكن من الفوز على بطل الشطرنج العالمي، برامج تحليلات التصميم الفيزيائي مثل المباني والطرق السريعة. دي بعض الإنجازات لمجال الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تتغير الأشياء كثيرا، واللي أنتم هتشوفوه دلوقتي في الشريحة دي بالفعل حاصل في أيامنا الحالية. الغالبية العظمى من الموسيقى المتداولة بالأسواق سيتم إنتاجها بواسطة دوائر كهربائية تعمل من خلال الحاسب بدلا من الدوائر الرقمية. يمكن الاعتماد على برامج التعرف على ملامح وبصمات الأشخاص باستخدام الحاسب في أنظمة سرية وفي أنظمة التعامل مع البنوك اللي هو بصمة العين موجودة. انتشار الوثائق الإلكترونية التي تحمل بداخلها الصوت والفيديو موجودة. ستسير العربات بدون سائق على الطرق السريعة موجود. استخدام الشبكات العصبية في التعرف على منحنيات الطرق وتحريك عجلة القيادة موجود. والآن في سيارات موجودة داخل المملكة العربية السعودية فيها هذه التقنيات، تقدر تضبطها وهي تتعرف على الطريق ومنحنياته وكل شيء، وما بتعملش حوادث. من المتوقع أيضا تغيير الأشياء كثيرا في بتتاح أنظمة للتعرف على الكلام المنطوق المتواصل لأعداد كبيرة جدا من الكلمات، ولكن في مجالات متعددة. ستتاح أنظمة اتصال تليفونية تسمح لأحد المتحدثين أن يتكلم بلغة ويقوم الطرف الآخر بالرد عليه بلغة أخرى، ودي اتكلمنا عنها في بداية اللقاء. قامت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بتطوير برنامج لجهاز قراءة العقول يمكنه قراءة الكلمات قبل نطقها من خلال تحليل إشارات الأعصاب في أفواه الناس وحلقهم. شوف وصلوا لغاية فين؟ طيب بعد كده عندنا سمات نظم الذكاء الاصطناعي. عندنا 10 سمات هنتكلم عنهم برضو إن شاء الله بشيء من الإيجاز. عندي المعالجة الرمزية للبيانات، القابلية على تمثيل المعرفة، القابلية على الاستنتاج، التركيز على الحلول المقبولة، الاعتماد على المعرفة الفوقية، استخدام اللغات الواصفة للمعرفة، استخدامها لتقنيات التعليم، القدرة على البحث عن الأهداف، القدرة على التعامل مع المعرفة الديناميكية، واستخدامها لقدرات تفاعلية تحاكي قدرة الإنسان البشري. ناخذ واحد واحد. المعالجة الرمزية بالبيانات (symbolic processing) وهي القدرة على التعامل مع الرموز غير العددية بالإضافة إلى العددية منها، وبالتالي التعامل مع المعرفة بشكلها الطبيعي. واللي جاية دي بقى احنا اتكلمنا عنها، قلنا إن على المستوى القاعدي بيتكون الحاسب من أجهزة ثنائية صفر وواحد، لا يمكن لها أن تتخذ إلا أحد وضعين اللي هو الباينري ديفايسز، اتفق على ان يرمز لها ب صفر وواحد او واحد وصفر. ادى اختيار هذين الرمزين الى انتشار الفكره القائله ان الحاسب لا يستطيع ان يتفهم سوى نعم او لا، يعني ما بيفهمش هو لوجيك منطق، هو بيفهم ايه؟ لا صفر واحد هي بياناته كده. فطبعا بالذكاء الاصطناعي بداوا ان هم ايه يعالجوا مساله الرمزيه للبيانات. وإذا نظرنا للإنسان على مستوى الخلايا العصبية نجد أن الفهم الإنساني يعتمد أيضا على الوضع الثنائي، مما يشير إلى إمكانية التعبير عن الأفكار والتصورات والمفاهيم البالغة التعقيد واتخاذ القرارات بتشكيلات متطورة من هذه الأوضاع أو الحالات الثنائية. وهذه الإمكانية تجعل محاكاة عملية اتخاذ القرارات بواسطة الحاسبات ممكنا. مثال
المريض يعاني من حمى وقد توصل إليه الحاسب بقيامه بعملية استدلالية لمعلومة رقمية مثل درجة حرارة المريض 100 درجة فهرنهايت. طيب القابلية على تمثيل المعرفة knowledge representation بتختلف برامج الذكاء الاصطناعي عن البرامج الأخرى في أن بها تمثيل للمعرفة، استخدام هياكل خاصة لوصف المعرفة، حقائق، علاقات، قواعد، أطر وما إلى ذلك، وهي ما تسمى بقاعدة المعرفة والتي من الممكن أن تكون كاملة في وصفها لكافة تفصيلات المشكلة المراد إيجاد حلولها أو ناقصة الوصف أو حتى تحتوي على وصف متناقض أو متضارب. القابلية على تمثيل المعرفة أيضا فيها إيه؟ يمكن فهم تمثيل المعرفة هذا بيسر لأنه عادة لا يستخدم رموزا رقميا، فقد يستخدم أحد برامج تشخيص مشاكل الحاسب القاعدة التالية في تشخيص حالة الحاسب: إذا كانت هناك مشكلة في قراءة أجزاء من القرص الصلب أو الكتابة إليها، فإن هناك احتمالا قويا بأن هناك تلف مادي في واحد من الأقراص المغناطيسية التي يحتويها. ده منطق يكون التعبير عن هذه القاعدة في الذكاء الاصطناعي بوضوح وإيجاز وبلغة أقرب إلى لغتنا الطبيعية وليس بلغة الحاسب، وهو ما يتطلب إضافة جداول كثيرة ومتعددة للتعبير عن العلاقة بين الأعراض والمشاكل التي يحتمل أن تسببها. وهو ده الفرق الجوهري ما بين الحاسب العادي أو الحاسب المضار بالذكاء الاصطناعي. القابلية على الاستنتاج inference making وهي قدرة البرنامج على استنباط الحلول الممكنة وبالذات للمشاكل التي لا تنفع الخوارزميات التقليدية لحلها. نعني بذلك عدم وجود سلسلة من الخطوات المحددة اللي هو ده الحل الخوارزمي التي يؤدي اتباعها إلى ضمان الوصول إلى حل المسألة، فلابد إذن من الالتجاء إلى الحدس والاجتهاد المنطقي logical، أي إلى الطرق غير المنهجية والتي لا ضمان لنجاح. والحدس هو التوقع المبني على الخبرة التجريبية، ويتمثل هذا في اختيار إحدى طرق الحل التي تبدو ملائمة مع إبقاء الفرصة في نفس الوقت للتغيير إلى طرق أخرى في حالة عدم توصل الطريقة الأولى إلى الحل المنشود في وقت مناسب، زي ما تكلمنا مثلا عن لعبة الشطرنج. ولهذا لا تعد البرامج التي تحل المعادلات التربيعية ضمن برامج الذكاء الاصطناعي لأن لها حل خوارزمي معروف، وتشكل برامج لعب الشطرنج أو زي ما اتفقنا مجالا خصبا للذكاء الاصطناعي لأنه لا توجد طريقة معروفة لتحديد أفضل نقلة ممكنة في مرحلة معينة من دور الشطرنج، وده تحدي طبعا للذكاء الاصطناعي. في التركيز على الحلول المقبولة وليس الحلول المثلى أو الحلول الدقيقة كما في أساليب البرمجة التقليدية. الاعتماد على المعرفة الفوقية الميتا نوليدج والتي تقوم بتجزئة المشكلة إلى مشاكل جزئية أو من خلال تجزئة الأهداف التي يخطط للنظام عملها أو يخطط للنظام عملها إلى أهداف أو أعمال جزئية أكبر من خلال حل المشاكل الجزئية، يبقى كل الجزئيات دي اللي عمالين نفرعها يتم حلها أو الأهداف الجزئية دي فيتم حل المشكلة أو الوصول للأهداف الكلية. استخدام اللغات الواصفة للمعرفة Declarative Languages وهي تلك اللغات التي تسهل عملية تمثيل المعرفة ويساعد كذلك في عملية الاستنتاج من خلال منح إمكانية للتمثيل الطبيعي للمعرفة مثل تمثيل الحقائق والإجراءات المشروطة وحتى الحقائق المركبة وغيرها من الإمكانيات. استخدامها لتقنيات التعليم وتمثل إدخال إجراءات يمكن بواسطتها لنظام التعلم أو التطور المعرفي من خلال التعرف على التصرفات المتكررة أو من خلال فرز الاختلافات أو تسجيل حالات يمكن تعميمها أو حتى تدريب شبكات عصبية أو محاكاة حالة نمو معينة لغرض تعلم خطوط تطور معينة من خلال استخدام خوارزميات مثل خوارزميات الجينية. القدرة على البحث عن الأهداف تتضمن إجراءات يمكن أن توفر للنظام القدرة على التخطيط من أجل الوصول لأهداف محددة. القدرة في التعامل مع المعرفة الديناميكية، قابلية النظام للتعامل مع المعرفة المتجددة أو الديناميكية التي تتبدل مع الوقت، وطبعا ده مش موجود في نظام الحاسب الآلي العادي. استخدامها لقدرات تفاعلية، ودي آخر سمة من السمات، استخدامها لقدرات تفاعلية تحاكي قدرة الإنسان البشري زي استجابة النظام صوتيا، أذرع الروبوتات أو أذرع روبوتية، تفاعل مستند إلى سلسلة من الأسئلة والاستفسارات والرد عليها، تمييز الصور المقدمة من قبل المستخدم والرد عليها أو تشخيص ما هو مطلوب تحليله فيها. أساليب ولغات برمجة الذكاء الاصطناعي. لغات البرمجة
هي أدوات أساسية هامة لبناء وتصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واللغات التي تخدم الذكاء الاصطناعي هي اللغات التي يمكنها معالجة الرموز. أشهر لغات برمجة الذكاء الاصطناعي، أول واحد الاي بي ال، وده كان عام 56 وصممت خصيصا لمعالجة المعلومات، وعابها عدم سهولة الاستخدام لقربها من لغات الآل. طيب لغة البرمجة الار اي تي اي، واستخدامها في بناء نظم الخبرة لمكافحة الإرهاب الدولي. لغة ار او اي اس اي، استخدامها في بناء نظم الخبرة للتخطيط الحربي. لغة ال اي اس بي، لغة طبيعية اللي هي الليست بروسيسنج، ومن أكثر اللغات المنتشرة لبناء نظم خبيرة نظرا لإمكانياتها في التعامل مع اللغات الأخرى زي لغة السي. لغة البي ار او ال او جي اللي هي البروجرامينج ان لوجيك، طبعا لغة منطقية تعتمد على التركيب والتفرع وذات انتشار أكبر في أوروبا واليابان. لغة سمول توك هي لغة البرمجة الموجهة بالأهداف، والتي انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية وتمتاز بالمدى الواسع للرسوم واستخدام النوافذ. من مميزات وخصائص لغات الذكاء الاصطناعي قابلية تمثيل المعرفة، معالجة الرموز والأشكال، مرونة في التحكم. واللغات التقليدية زي الباسكال والسي والحاجات دي تقوم بمعالجة المشكلة من خلال تتبع تسلسلي لتعليمات البرنامج، فهي دائما ما تكون عاجزة عن علاج مشاكل الذكاء الاصطناعي. لذلك أتت لغات الذكاء الاصطناعي بإمكانيات تحكم أكثر ومرونة أكبر. برضو من مميزات وخصائص لغات الذكاء الاصطناعي، بتعتبر لغات الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة من اللغات التقليدية، ونعني بالكفاءة زمن تنفيذ البرنامج وتقليل حجم التخزين في الذاكرة، ولكن نحتاج إلى مجهود من قبل المبرمج في تحديد كل الحقائق وربطها ببعضها البعض وتوجيهها لاستخلاص النتائج والأهداف المطلوبة. وفي الحالة دي احنا مش محتاجين مبرمج وبس، انت لو عشان تعمل برنامج في بالذكاء الاصطناعي محتاج حد في علم النفس وحد في علم اللغة وهكذا، وحد في علم الكلام لو انت عايز تخليه برنامج شامل. طيب مستقبل الذكاء الاصطناعي، يعد الذكاء الاصطناعي من اهم مجالات اهتمام المستقبل، ويحاول علم الذكاء الاصطناعي فهم الموجودات او مكونات الذكاء. لذا فان احد اسباب دراسة هذا المجال هو فهم المزيد عن انفسنا احنا، وقد انتج الذكاء الاصطناعي عدة منتجات مميزة. يكرس الذكاء الاصطناعي جهوده نحو معضلات فهم ومعالجة وملاحظة الكائن البشري للأشياء، وكيف يمكن بناء نشء بهذه الخصائص. ملخص، يعني خلاص اتكلمنا عن الذكاء الاصطناعي وعن مجالاته وسماته ومزاياه عيوبه وماهيته وكده. ملخص ده، أحد الذكاء الاصطناعي ده هو أحد العلوم التي نتجت عن الثورة التكنولوجية المعاصرة. اكتسب علم الذكاء الاصطناعي أهمية بالغة لتطبيقاته العديدة في مجالات حيوية كالدفاع والاستخبارات والتخطيط وغيرها. والبحث في الذكاء الاصطناعي عمل جماعي بالدرجة الأولى، يحتم تعاون علماء ومتخصصين من مجالات مختلفة كالحاسب الآلي وعلم اللغة والمنطق والرياضيات وعلم النفس والفلسفة، لسه متكلمين عن الحكاية دي الآن. ويمكن القول بأن صناعة المعرفة في حد ذاتها كانت نتاجاً للتطور التقني الذي تلاحق وتسارع في الحاسبات وفي استخدامها. أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم حقلا علميا متخصصا يهدف إلى برمجة الحاسبات، بحيث يمكنها امتلاك القدرة على التفكير والتوصل إلى حل المشاكل واتخاذ القرارات بطريقة تحاكي قدرات البشر، وتؤهل هذه القدرات المبرمجة أو المبرمجة للحاسب بحيث يستطيع تمييز الصور والنصوص المكتوبة واللغة الطبيعية ولعب الشطرنج وتشخيص الأمراض وغيرها من الأفعال التي تحتاج إلى ذكاء متى ما نفذت من قبل الإنسان. يعني حتى لو الإنسان اللي هيعملها عايز ذكاء، فما بالك بقى لو أنت بتخلي آلة هي اللي تعملها. طبعا دي المراجع اللي ممكن ترجعوا لها لو حابين يعني تستفيدوا وتثروا معلوماتكم في المجال. Structure and Strategies for Complex Problem Solving by جورج لوجر. وفي الذكاء الاصطناعي مفاهيمه وتقنياته وأساليب برمجته للدكتور صباح الخياط. الذكاء الاصطناعي والوكيل الذكي للمهندس عبد الرحمن عبد الحميد. بس شكرا لحضراتكم، جزاكم الله عنا الجنه. انا حاسس ان يعني كنا تقال على حضراتكم النهارده عشان ما فيش تطبيق عملي، لكن انا حبيت يعني القي الضوء عن هذه التقنيه ويعني وجودها فعلا، لان هي يعني مش وليده اللحظه، ده من زمان شغاله، وفعلا احنا تعاملنا مع بعضها في أنظمة الجوازات وما إلى ذلك، وكمان في مجالات التعليم ومجالات الترفيه يعني بشكل أوسع.
شكرا جزيلا لحضراتكم وجزاكم الله عنا الجنة. أتمنى يعني إن شاء الله بإذن الله نحن نكون ألقينا الضوء يعني بشيء يعني بشكل سريع كده عن الذكاء الاصطناعي وإيه هو، يعني بس إيه يعني ننفخ عنه الغبار لو إحنا ما تعرضناش ليه من قبل، ولو في حد طبعا من حضراتكم كان استخدمه هيكون يعني أكثر خبرة منا جميعا في ذلك. جزاكم الله عنا الجنة، طلتم وطاب سعيكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، ومع وعد إن شاء الله بلقاءات متعددة مع برامج أخرى، وإن شاء الله بإذن الله يعني نلتقي دوما، وربنا ما يحرمناش من هذا اللقاء الماتع اللي بنتعلم فيه مع بعض إن شاء الله بإذن الله تقنيات حديثة في مجال التعليم الإلكتروني، نحاول إنها تساعدنا إن شاء الله في مجال التعليم ومجال التدريس الجامعي. شكرا لحضرتك.